المعلومات بتقول ان طاهر ومجموعته بيتقابلوا بصفه شبه يوميه في شقه واحد صاحبهم. اسمه ايه صاحبهم ده؟ اسمه كريم كارم ابو المكارم، وساكن في 19 شارع منصور محمد في الزمالك. كريم الواد ده له ملف عندنا يا هشام؟ لا يا باشا، الواد ده اسمه ما وردش في ملفاتنا قبل كده. واضح كده يا باشا ان هو جديد في الحكايه. يمكن يكون قديم بس حويت وحذر. على كل حال العيال دي اتحط تحت المراقبه، واول ما يتجمعوا يتلموا ويجوا لي زياره. تمام سعادتك. انت يا عامر انت اللي خدت الفلوس؟ ايوه ايوه انا اللي اخدتهم، بس انا اخدتهم عشان مصلحتكم كلكم. مصلحتنا كلنا؟ تسرقنا وتشككنا في بعض كلنا وتقول مصلحتنا كلنا؟ ما سرقتهمش يا ادم، ما سرقتهمش. انا كنت واخدهم منكم بغرض السلفه مش اكتر، وهرجعهم تاني، بس قلت استثمرهم مع واحد زميلي في الشغل اللي بيتاجر في كروت شحن الموبايل، وقال لي هرجعهم لك اخر الشهر ال 10,000 بتوعك وزياده عليهم المكسب، والمكسب كان ليكم كلكم. طب ليه ما قلتليش بدل ما تاخدهم من ورايا؟ خفت يا صبره، خفت افتحك في الموضوع ده تحجري دماغك وتوقفيه للمصلحه. تقوم تعمل كده؟ صدقوني كان غرضي شريف وضميري بيأنبني، عشان كده انا صرحتكم بالحقيقه. الراجل فعلا هيديني ال 10,000 جنيه بتوعي وفوقيهم المكسب. ما تقلقيش يا بطل، جهازك هيكون موجود، اطمني، ما تقلقيش خالص. مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا حبيبتي. مساء الخير يا حبيبتي. تأخرتي كده ليه نانسي؟ معلش يا ماما، أصلي كنت بستلم الفيزا وفاضلي شوية حاجات صغيرة كده في شغلي أخلصها وأحدد ميعاد السفر. برضو عملت اللي في دماغك؟ سامحوني يا جماعة، أنا مش قادرة أقعد هنا، مش قادرة. جورج هتسيبها تعمل اللي في دماغها؟ واحنا في ايدنا ايه نعمله؟ ما هو على يدك. حاولت معاها اكتر من مره تخرج فكره السفر دي من دماغها، ما فيش فايده. بس كده هنفقدها زي ما فقدنا شريف ابننا قبلها. لا شريف احنا دلعناه شويه زياده، لكن نانسي ما تقلقيش عليها. الغربه بتغير الناس يا جورج. مش كل الناس يا سيسيل، انا زرعت جوه نانسي حاجات حلوه كتير، ومهما راحت ولا جت ولا سافرت حتى هتكتشف في أي حتة إن ملهاش جذور وهتضطر ترجع تاني. وفرد ما رجعتش يا جورج؟ صدقيني هترجع، دي بنتي وأنا عارفها. طب شريف ابننا برضه يا جورج، ليه راح وما رجعش؟ شريف طايش، ولد طايش والسكينة سرقاه، لكن بكرة لما يكبر ويعقل أكيد هيرجع تاني. بس نانسي بنت، ووجود بنت في الغربة شيء صعب. صعب لما تكون مش متربية، لكن نانسي جدعة وبميت راجل كمان. أنا مش فاهمة أنت إزاي هاجي ومطمن كده؟ لأني زرعت جواها الصح، واللي يزرع الصح أكيد هيجني صح. عشان تعرفوا إن أنا كان عندي حق لما رفضت الواد الصايع ده. يا بابا آدم ملوش ذنب، مش معنى إن أبوه غلط يبقى ناخده بذنبه. عيلة واحدة بيورثوا لبعض الخسه وقله الاصل. يا بابا بلا بابا بلا ماما، ولعلمكم حسكوا عينكم الاقي واحده فيكم لسانها بيجي على لسان الناس دي. يا ساتر، ده بدل ما تقف معاهم في زنقتهم، دول مهما كان جيراننا والنبي يوسع على سبع جار. لما يكونوا محترمين اصلا مش سوابق، وهي كلمه واحده، مش عايز واحده فيكم لسانها يجي على لسان صبره هي ولا اولادها. واللي هتعمل كده شوف هيحصل لها ايه. بس بقى يا بابا. ولا بس ولا ما بسش، هي كلمه. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. ايه رايك بقى يا شلانز في الديكور والاجواء والبوسترات الجديده؟ جيفارا ده مثل الاعلى يا عم، ده ما فيش غير جيفارا هنا، ما اعرفش غيره ولا ايه؟ عشان نعيش ثوريه بلا حدود. اتفضلوا عد. بس ايه اللي حصل يا كيمو؟ انا اول مره اعرف انك ثوراجي كده. والله يا طاهر انا اول مره اكتشف كده في نفسي. ايه اللي حصل؟ صحيت من النوم لقيت نفسك كده ولا ايه؟ يعني هي حاجه شبه كده. المهم بقول لكم ايه؟ ايه يا عايزكم تشحنوني. نشحنك؟ ازاي يعني؟ عبيط ده ولا ايه؟ يعني عايزكم كده تحفظوا لي كام جمله من الجمل المجعلصه اللي انتوا بتقولوها دي اللي ما حدش بيفهم منها حاجه، محتاج اعمل بيها شغل. شغل؟ شغل ازاي يعني؟ اصل انا بصراحه في بنت معجب بيها قوي، البنت دي ثوريه كده شبهكم يعني. صحفيه بقى ولمضه جدا جدا جدا،
وعايز يعني يخش لها بحوار. فكها بقى يا ده انت واد ايتم. شايف انت بتقول ايه؟ شايف ليه بقى؟ تافه. مساء الخير يا كريم بيه. ازيك يا استاذ طاهر؟ حاج محسن. مساء النور يا فندم. مين حضرتك؟ امن دوله. امن دوله ليه؟ ليه؟ جايب لي الحبايب كلهم على الحيطه وعامل تنظيم سري وتقول لي امن دوله ليه؟ يا فندم حضرتك فاهم غلط خالص. فاهم غلط؟ وايه ده؟ ما شاء الله حشيش وخمره ومزه. هاتوهم. على فين يا فندم؟ هناك هتعرف يا فندم. هناك فين؟ حاسس بايدك انا يا فندم. يلا